اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم مصر احلى. عايزه اعلق على حاجه كده في عجاله، حاجه سريعا كده. طبعا موضوع منتشر بقاله اسبوع، في موضوعات كتير قوي بتحصل طول الاسبوع، كل يوم بيحصل حاجات، ولكن الحاجه اللي انا عايزه يعني اعرج عليها او ان انا اتكلم عنها او اعلق تعليق وكنت عايزه اتكلم فيه من بدايه ما سمعت عن الحمله دي. هي حمله انتشر حواليها كلام كتير قوي الفترة اللي فاتت، الأسبوع اللي فات تقريبا، هي من الجمعة اللي فاتت تقريبا أو قبل كده بيومين أو الأسبوع ده. وعايزة يعني الناس اللي أطلقت المبادرة تسمع مني تعليق، إيه التعليق بتاعي لعل وعسى يكون فيه رد فعل، والله أعلم. انتشرت الفترة الأخيرة يعني في حملة وردود فعل عليها كبيرة جدا، وتقريبا بما ان احنا جيل كبير قوي بقى دلوقتي، جيل السوشيال ميديا، وقد ايه ممكن الحاجة اللي بتنتشر على السوشيال ميديا بتكون ليها انتشار النار في الهشيم زي ما بيقولوا. الحملة اللي انا حابة اتكلم عنها هي حملة خليها تعنس. ناس كتير اتكلمت عليها، وناس كتير انتقدتها، وناس كتير شافت انها يعني غير لائق ان احنا يعني يتقال كده على بناتنا. هو أنا بس عايزة أسأل اللي أطلقوا الحملة دي كم سؤال كده، هو الهدف من الحملة إيه؟ فطبعا هيكون الرد الهدف إن في عندنا مشكلة، إن الشباب دلوقتي بقى أو ما بيعرفوش يعني ارتفع طبعا سن الجواز في البنات والولاد، يعني في الفتيات وفي الشباب، نظرا للمغالاة في طلبات الزواج وارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة. خلي بالكم يعني كل شاب أهله تعبوا ويعني وبالكاد قدروا يعلموه لحد ما خد الشهادة بتاعته، وطبعا ساعدوه عشان يشتغل، وحتى لو قدروا يساعدوه لو هم يعني فوق المتوسط شوية أو ميسورين حال شوية، مش هيقدروا يساعدوا بقد إيه. هو بعد كده عايز يشق طريقه وعايز يشق حياته ويشوف إن هو يقدر يبني بيت زي أي بني آدم في الدنيا، زي أي شاب في الدنيا. ولكن الارتفاع الأسعار مع ظروف الاقتصادية، مع ظروف الشباب نفسها ومغالاة الطلبات، بقت خلت فيه عزوف عن إن الشباب يقدروا يقدموا على الخطوة دي. فيبقى الهدف إن إحنا عايزين نحد من المغالاة في طلبات أهل العروسة أو العروسة، نكون في الحاجات الأساسية. يعني أنا أسمع لحد دلوقتي في الأرياف مع الظروف الاقتصادية الصعبة دي، ان لازم مش عارف يجيبوا يعني غسالتين، يجيبوا مش عارف بوتاجازين او مش فاكره تلاجتين، حاجه زي كده. هنتكلم عن ده تفصيلا بعدين ان شاء الله، ونعمل حاجه عن ده ان شاء الله. وان هو يعني في الوقت ده بقيت انا متعجبه، لان كان في بنات بيقولوا لي الموضوع ده وهم من الارياف، وبقيت متعجبه ليه، عماله اقول لهم ليه، هي مش ثقافه موروثه بنتوارثها عفوا يعني بدون ادراك للعقل وتحمل ما لا يطيق للاثنين للطرفين على فكرة. يبقى في الأول في الآخر ماشي ورا ثقافة موروثة من زمان وخلاص، كانت ماشي. لو كان الأول ده كان حاجة معروفة، وطبعا الذهب اللي مش عارف كان لازم يجيب كام جرام، أو لو هيدفع مثلا أو هيجيب شبكة بقد كده، أو لو هيدفع مهر بقد كده، أو لو مش هيجيب مهر يبقى لازم يجيب حاجات كتيرة جدا جدا، بتبقى عبء رهيب على الشاب اللي عايز يتجوز، وعلى العروسة وعلى أهل العروسة وعلى أهل العريس. فعلا مسألة مغالاة فيها، وفعلا مفروض ان احنا نقف عندها، ويبقى في حلول او يكون في مبادرات او حملات للحد من هذه الطلبات المغالاة فيها. يبقى اذا الهدف نبيل، والهدف بيرمي او يعني كل الحكاية بتستهدف ان يكون في شكل ايجابي لحياة جديدة لبناتنا ولولادنا. على فكرة انا لا عندي بنات ولا انا طبعا ناوي اتجوز، يعني هو المسألة في الاول في الاخر انا الحمد لله متجوزة وعندي ولدين، فما عنديش مشكلة خالص في الموضوع ده. انا بس بتكلم على ليه الشعار جارح. لو انت عايز، وطبعا يترد عليها بشعار تاني جارح برضو، ونقعد نتراشق بقى بالحملات بشكل، طالما بدأنا بابتزال ونزلنا بالحد من هذا التراشق، فأكيد يعني المسألة ممكن تنزل لتدني أكتر. هم دول بناتنا ودول ولادنا، يعني لازم يعني إحنا نحترم يعني كلنا بعض، بحيث إن أنا يعني كلمة العنوسة في حد ذاتها كأنك يعني بتسبها أو كده. ليه إن أنا أتكلم ممكن الكلمة دي تجرح حد؟ خلي بالك الكلمة اللي انت بتقولها، وزي ما قلناها في حلقتنا اللي فاتت،
لما كان معايا الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب، كنا بنتكلم على قد ايه ممكن كلمه تجرح، وعلى قد ايه ممكن حد قلبه يتكسر وخاطره يتكسر، وده ممكن يسبب له امراض. تخيل انت ممكن تتحمل عبء ده، تتحمل وزر ده، انت تقدر مثلا تتحمل وزر ان حد يقول منك لله يا اللي طلعت مثلا الحمله دي او اطلقت عليها كده، وان مثلا بنت تكون شايفه دي ان انت كده يعني بتهينها وبتهين انوثتها وبتهين كرامتها. انا عايز اعمل حمله هدفها نبيل، يبقى احط الشعار يكون في شيء من النبل ويكون في شيء من الايجابيه ويكون في شيء. اصل هي البنت مش سلعه، مش هتعملها زي خليها تصدي وخليها مش عارف ايه وخليها ايه، فانت تقول خليها تعنس وهي تقول خليك جنب امك. لا يعني احنا اعتقد ان احنا بنتدنى بشكل كبير قوي في ان احنا لو احنا عايزين نعمل حاجه كويسه، مش ان انا اوصل لترند، يعني ان انا اوصل لعدد كبير قوي من المتابعين وكذا وكذا، مش هو ده الهدف. الهدف دايما خلي بالكم لو انت بتستهدف كل كلمه احنا بنقولها هنحاسب عليها، وان انت بتستهدف هدف يعني او بتستهدف شيء ايجابي، لازم يكون الشعار ده شعار ايجابي. يعني مثلا خلينا نبني بيوتنا، خلينا يعني خلي زي ما احنا كنا مطلعين حملتنا اللي طلعناها من 5 سنين، وكنا بنفكر قوي يعني ونقعد ندقق نقول ايه في حمله اللي هي تجهيز البنات علشان ما نجرحش البنات، ازاي نقول كلمه ما يعني، فخليناها ستر بناتنا يعني نوع كأنها، لان هي الكلمه دي درجه قوي في الارياف وفي الاوساط البسيطه، فكلمه ان هو يستر بنته دي كلمه درجه، فخليناها ستر. وبناتنا خليناها تعود لينا بناء يعني كاننا احنا كانهم بناتنا يعني، فنقول بناتنا فيحسوا ان دي هديه بتروح لهم. وكنا دايما بنؤكد على المعنى ده، لازم نحترم مشاعر بعض ولازم نحترم ادميتنا، ولازم نعرف ان احنا بني يعني ربنا خلقك انسان، الانسان بيتميز بالمشاعر، وقد ايه ممكن كلمه تطلع حد فوق في السماء وممكن تنزله لتحت السبع ارض، وقد ايه ممكن تجرحه وقد ايه ممكن تبسطه. فنخلي بالنا من كلماتنا وشعارنا، ان شاء الله باذن الله تعالى نفتح الملف ده بشكل مختلف ونعمل حمله تكون فيها نوع من البناء، نوع من الايجابيه، نوع من ان انت بتحط خطوه حقيقيه لحل مشكله. خلينا نسعى فيها لكده. ويا ريت مشاهدينا كل واحد يبعت لنا على صفحتنا ايه الشعار اللي انت ممكن نحطه للحمله دي. انا مش هختار، انا خليكوا انتوا كل واحد يقول لي شعار ونختار منه الشعار ده، ويكون في ضيفنا يعني او ان احنا يعني نكرمه بان هو حط شعار فيه نوع من الكلمات الرقراقه، الكلمات الجميله اللي ممكن تكون هدفها نبيل وبترمز لحاجه. انت بترمز لبنى بيت، يعني تكوين اسره، تكوين حياه جديده، يبقى لازم نقول حاجه كويسه ولازم يكون الشعار فيه كلمات طيبه. ربنا يبارك فيكم يا رب، وان شاء الله يا رب يعني ما يكونش في اي مشاكل قادمه تخص بناتنا او اولادنا ان شاء الله، لان كل واحد بياخد رزقه، ولو البنات هتعنس ما الاولاد هتعنس يعني وهي كلمه العنوسه دي كلمه غير لائقه، يعني ما حدش بيحبها، رغم ان هي ترمز مثلا ان البنات ما تزوجتش. طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى اللي ما اذنش، انت بتعيب على مين؟ فيعني بلاش ان احنا، خلي بالكم كتير قوي كتير قوي من لساننا، خلي بالكم من اللسان ده بيلفظ بايه، كل كلمه بتقولها هتحاسب عليها. ربنا يبارك فيكم يا رب. تعالوا بقى ندخل في حلقتنا. احنا كنا بادئين حملتنا بقالنا تقريبا برضو 4 أو 5 سنين في دفا الشتاء، وقلنا ان الحمله دي مش فقط ان احنا بننزل القرى بندعم اهالينا بان هو بنقدم لهم البطاطين والوجبات الساخنه، او ان احنا بنشوف برضو زي ما قلت لكم الحمله فقط مش بتشمل ده بس، ولكن ممكن بتكون بنا مثلا سقف، شباك، باب، كل الادوات اللي هي ممكن تستر وتدفي اهالينا. كان من ضمن الحملات دي اللي احنا كنا بدأناها تقريبا من 3 سنين أو 4 سنين ان احنا برضو بننزل الشوارع، وكان ده مع بنك الطعام المصري ربنا يبارك فيهم يا رب، وكان برضو بينزل معانا بنك الكسا، وكنا بننزل نشوف الاولاد اللي بلا مأوى واهالينا برضو اللي هم المشردين اللي هم ايضا بلا مأوى، ودول طبعا كتير وعلى فكره موجود في كل العالم، يعني مش موجودين في مصر بس، لا كل ده يعني الظاهره دي او النوع ده من الشريحه من الناس دي بتلاقيها موجوده في كل العالم، اطفال وكبار. المهم ان احنا حتى لما يكون الظاهره دي موجوده في اي مجتمع
أو الشريحة دي موجودة في أي مجتمع، كيفية التعامل المجتمع معاه، وكيفية التعاطف والتراحم، وكيفية حل المشكلة. أي مشكلة إحنا بنواجهها لو إحنا هنعرضها بس أو هنتكلم عنها بس، مدى الاستفادة إيه أنا معرفش، ولكن لو إحنا بنسعى لحلها يبقى أكيد في استفادة كبيرة جدا. وده اللي إحنا بدأناه من أول يوم بدأناه في البرنامج ده، كان فكرنا دايما إن إحنا نشوف نحل إزاي، إن إحنا نشوف نحاول نكون مساهمين في الحل. هو ده طريق التنمية اللي إحنا بنسعى ليه، هو ده اللي من خلاله ممكن تشوف مصر أحلى. إحنا ما بدأنا الحملة دي مع بنك الطعام مصر ونزلنا كتير وشوفنا حتى، وده فتح لنا سكة تانية إن إحنا برضو ندعم أهالينا المشردين في الشارع، وكملنا حملتنا دي مع مؤسسة معانا الإنقاذ الإنسان، وبدأنا نشوف ونزلنا كتير ولقينا إن الشارع ده قصص وحكايات، عالم تاني خالص، إذا كان في الأطفال أو إذا كان في الكبار. وشوفنا قد إيه طبعا سبحان الله، أنت لما بتمشي وتشوف قصة كل واحد، سبحان رب العالمين فعلا، يعني كل واحد بدنيا وكل واحد بقصة مختلفة، يعني روايات تتعمل منها روايات بتعمل منها دراما. وشوفنا قد إيه حاجات كتيرة، اللي متابع برنامجنا من كام سنة هيعرف إن إحنا نزلنا وشوفنا في الشارع، وكنا بننزل لحد ناس عشان نحاول ناخدهم معانا للدار اللي تبع مؤسسة معانا، كتير ما كانوش بيقبلوا، وفي كتير كانوا بيخافوا مننا، وفي كتير كانوا حصلت لنا مشاكل ان هم قالوا، يعني الناس خانقت معانا تانية وقالوا خلي بالكم دول هياخدوكم وهيبيعوا اعضاءكم، وحكايات كتيره قوي. يعني لو حبيتوا تشوفوا الحلقات دي هتلاقوها موجوده ان شاء الله على اليوتيوب او موجوده ان شاء الله على صفحتنا. لكن ان انت بقى لو انت دلوقتي شفت الناس دي ومش مش راضين يروحوا في مكان، وفي ناس كانت بتبلغنا عن حالات زي كده وكنا بنروح وبرضه بنبلغ مؤسسة معانا وبنروح، وفي منهم الناس اللي خدناهم وتعالجوا بفضل الله وبمساعدة الناس برضه، يعني المؤسسة الفاضلة مؤسسة معانا ومستشفى جامعة 6 اكتوبر اللي روحنا وعالجنا حالات وديناها، وفي ناس تعالجت وفي ناس راحت لأهاليها، قصص كتير قوي. المرة دي أو كنا بعد كده لما كنا بننزل برضو بنلاقي ناس ما بترضاش تروح، ويمكن ده اللي أنا قلت لحضراتكم قبل كده، الناس اللي هي ممكن أنت تبلغ بقى في ناس كتير عندها وعي، إحنا بنشوف ده من زمان وبيلفتك إن أنت وإنت ماشي بتلاقي ناس كتيرة. يمكن يعني أنا من صغري وأنا ما كنت باجي أروح المدرسة أو وأنا رايحة الجامعة أو بعد كده وكنت بروح شغلي، كنت دايما أشوف الناس دي وأقعد أفكر هي الناس دي عايشة كده ليه وعايشة كده ازاي وهم ايه، وكنت احيانا بخاف منهم، اخاف اقرب ان انا اساعدهم. ولكن لما قربت لقيت ان كل واحد ليه قصة وحكاية محتاج ان انت تساعده بشكل او باخر. اضعف الايمان ان انت تروح للناس دي وتحاول تساعدهم، يعني لو انت شفت حد عند بيتك او مش قادر انت تبلغ مثلا يعني اي مؤسسة تكون تتعاون معاهم وتيجي تاخدهم، او ان انت بتبلغ لو هم اطفال تحاول طبعا، وانا عارفة دي صعوبة جدا، موضوع الاطفال ده بالذات صعب جدا، فان انت مثلا تبلغ وزارة التضامن او ما شابه او اي دار. مش عارف تعمل ده، فأبسط أو أضعف الإيمان إن أنت بتنزل تقدم له أكل، إن في ناس فعلا بتقعد يوم كامل ما بتلاقيش أكل وبتروح تدور في صناديق الزبالة زي ما أنتم عارفين. وفي ناس بشوفها وهتشوفوا في تقريرنا النهاردة، ناس لابسين خفيف جدا ونايمين في البرد ده اللي أنت بتبقى قاعد متغطي ببطانية وبردان، فلو أنت قادر تقدم له بطانية، تقدم له مثلا ملابس تقيلة هو قاعد موجود يلبسها، لو أنت قادر تديله أكل يأكله، أهو برضو في الأول في الآخر أنت بتعمل اللي أنت يعني اللي في قدرتك وفي استطاعتك، فما تبقاش يعني إن شاء الله لا نؤخذ عنهم يعني ولا نسأل عنهم، يعني بنحاول قدر إمكاننا أن احنا نعمل ده إن شاء الله نساب عنهم بإذن الله تعالى. أما نزلنا المرة دي كان التعاون بقى أوسع، ويمكن قلت لكم قبل كده من كام حلقة ان انا مبسوطه ان كل الشغل اللي احنا اشتغلنا عليه بقى لنا كام سنه بقى اتجاه دوله، بقت الدوله ايضا بتسعى لده وبتحاول تحقق ده وبتارجت ده، ان هي بقت في حملات نفس الحملات اللي احنا شغالين عليها بقى لنا 5 سنين، ده حاجه جميله جدا بتؤكد ان انت كنت ماشي صح. ولما يكون اتجاه الدوله ماشي مع ده او بيتماشى مع رؤيتنا، مع رؤيه المؤسسات الجاده اللي هي متعاونه معانا من اول ما بدانا من اول يوم، فده الحمد لله ان شاء الله هيقدم خطوات ايجابيه افضل، وهيبقى خطواتنا اسرع وهتكون النتائج افضل بكتير واسرع بكتير. النهارده نزلنا مع
وزارة التضامن الاجتماعي اللي هي بدأت يعني تنزل وتشوف تعمل حملة اللي برضو مساندة أولادنا اللي في الشارع والأولاد اللي بالمأوى والأهالين المشردين، وده كان بالتعاون أيضا مع بنك الطعام المصري اللي هو بدأ الحملة بقاله يعني بقاله سنين طبعا، وإحنا كنا بننزل معهم بقالنا دلوقتي 3-4 سنين. الجميل في الموضوع إن أنا أما نزلنا يعني حبيت الأول إن أنا أروح من بداية المراحل نشوف الأكل اللي هيبتدي يتعمل ويروح للناس دي. بنك الطعام زي ما انتم عارفين يعني هو الامبريلا او هو المظله لجمعيات كثيره قوي، هو اللي بيدعم الجمعيات، هو اللي بيقدم لهم المواد الغذائيه الجافه، وهو اللي بيشرف على المواد دي وهي بيتم طهيها، لان في جمعيات بتعمل اكل طازج مثلا لسيده كبيره مسنه مش قادره، او حد ما عندهوش بوتاجاز، او حد يعني ارمله يعني معاها ايتام وما عندهاش المكان اللي هي تقدر تعمل فيه اكل لاولادها، او مثلا ناس كبيره ما بتقدرش تقوم تقدر تعمل حاجه، فبيقدموا لها الوجبه سخنه يعني بحيث ان هي تاكلها على طول، يعني يقدموا لها الوجبه لحد عندها، وده كان شيء جميل قوي. نزلنا صورناه قبل كده ونزلنا وشفناه قبل كده، في خاصه ده برنامج عندهم برنامج الفدو، واللي هو مختص بان في مثلا لحوم وحاجات بتتعمل في الوقت ده اللي هي بيبقى شغال عليها برضو طول السنه. بس ما رحت المرة دي لقيت فيه حاجة جميلة قوي عجبتني وهتشوفوها إن شاء الله في تقريرنا، لما رحنا للجمعية المتعاونة مع بنك الطعام المصري وهي بتمدها بالمواد الغذائية في إمبابة، ودي رحنا معهم قبل كده. أما نزلنا ورحنا الجمعية كانوا بدأوا يجيبوا سيدات، في سيدات بتشتغل يعني هي اللي بتطبخ وكده، وده بأجر وده كويس جدا، لأن في سيدات كتيرة ما بتقدرش ظروف بيتها ظروف ومحتاجة مصدر رزق، وممكن هي تقدر تعمله كله انها تقدر تعمل اكل، تشتغل في انها تعمل اكل وقريب من بيتها، وده حاجة جميلة جدا ورائعة ومصدر رزق ليه. يبقى احنا انتقلنا من يعني الدايرة شوفوها بدأت توسع ويكون الخير اكبر واشمل واعم ازاي. الوجبات دي اللي بيشتغل فيها سيدات محتاجة شغل، ظروفها فعلا محتاجة مصدر رزق، وفي نفس الوقت الأكل ده بيتقدم لناس فعلا محتاجينه في الموجودين في الشوارع في الوقت اللي احنا عايشين فيه، الوقت البرد ده. وأيضا نوع تاني من السيدات هم مقدمين لهم، يعني مثلا مقدمين لسيدة الفرن، هم جايبين لها الفرن وجايبين لها الدقيق وجايبين لها الحاجات اللي تقدر تشتغل منها وتخبز منها، وبياخدوا منها الحاجة دي هي بتبيع للناس، وفي نفس الوقت برضو بياخدوا منها الحاجات دي بأجر علشان هي تقدر يعني دايرة التسويق بتاعتها تشتغل أو دايرة الاستثمار بتاعتها تشتغل، وفي نفس الوقت يكون في دخل ليها، وفي نفس الوقت بيروح الأكل ده للناس المستحقة. قد إيه أما تلاقي دايرة أو الدوائر بتاعت الخير بتتسع وبتزيد بتحس فعلا إن ربنا بيبارك في العمل ده. ولما رحنا وعملنا وشفنا معاهم الأكل وخدنا الأكل وشفنا الناس الجميلة بتشتغل في كل الدايرة الكبيرة دي علشان الأكل ده يروح للناس دي، ونزلنا مع وزارة التضامن، رحنا لحد كان إحنا خدنا اليوم كله، اليوم على قد ما كان في القاهرة، ولكن كان يوم مرهق جدا ولكنه كان جميل جدا كالعادة، زي ما بقول لكم يعني على قد ما بيكون في أي تعب بس بقى فيها يعني تعب والمشقة ده بقى فيه إحساس حلو قوي لما في الآخر بتلاقي حد فعلا وهو بيأكل الأكل وهو بيأكل وهو جعان، أو هتشوفوا برضو الناس وهي قد إيه ممكن حد يكون بقاله فترة طويلة ما أكلش وجعان نفسه يأكل وجبة سخنة، رغم إن لما روحنا هناك وشفنا بعض الحالات كنا بنسعى ان احنا نشوف الحالات، لما نزلنا بقى مع الشباب الجميل من وزاره التضامن هتشوفوهم دلوقتي فعلا شباب انا بحييهم ربنا يبارك فيهم، قد ايه شفتهم بيشتغلوا بقلب بجد والله. يعني انا ما اعرفش اسمائهم كلهم، اللي انا فاكره اسمه اللي هو كان ماشي معايا طول الوقت كارم، يعني بقيت الشباب مش فاكره اسمائهم، ولكن هم كانوا شباب جميل، وانا يعني حسيت ان هم بيشتغلوا وهم مبسوطين وعارفين الناس وبيتعاملوا مع الناس، يعني في حاجه حب وفي عندهم كده عارف زي ما بقول كده بيشتغل بضمير، يعني هو بيشتغل ما فيش حد معاه هو مش شايفيننا ولا شايفين حد، كانوا بس بيشتغلوا قد ايه كانوا بيشوفوا الناس وبيتحاولوا يتعاملوا مع مثلا سيده هناك يعني ما صورناش معاها، ولكن كانت السيده دي للاسف هقول لكم يعني مشكله الناس اللي في الشارع ايه، فكانوا بيتعاملوا معاها وبيحاولوا يفوقوها وبيدوا لها لبن وبياكلوها وبيأكلوها بأيديهم، فشباب ربنا يبارك فيهم. قد إيه حسيت إن إحنا عندنا شباب مصري جميل، يعني كتير بتأكد لي المعلومة دي، عندنا شباب مصري والله فعلا فعلا الواحد يفتخر بيهم، ربنا يبارك فيهم يا رب. نزلنا وشوفنا كنا بنحاول إن إحنا نشوف، ونزلت مع الشباب دول وحاولنا إن إحنا نشوف الحالات اللي كان أهم إن أنت تاخد الحالات دي تستقطبها وتاخدها من الشارع، يعني نفسي يعني أتمنى ودايما الواحد بيطمح
ويحلم ان هو لما يطلب من ربنا ما يستكترش حاجه، لان رب الكون قادر على كل شيء بامر كون فيكون. بحلم ان مثلا ما يكونش في حد خالص في الشارع، خاصه الاطفال، لان حكايات الشارع وقسوه الشارع في لغز كبير انت مش قادر يعني ما جيت حتى احاول افكر فيه. طب هم حابين الشارع رغم ان الشارع قاسي جدا، هل مثلا قسوه بيوتهم اكتر؟ مش كلهم، في منهم خارج بارادته وفي ناس عايشه بارادتها مش عايزه تروح. وللاسف انتشار المخدرات ما بين الفئه دي حتى بين الاطفال يعني منتهى، يعني مؤشر منتهى الخطوره. وازاي بيتم توزيع المخدرات دي عليهم في حين ان يعني هم بيجيبوا فلوسها منين؟ يعني معروف ان الحاجات دي غاليه، طب بيجيبوا فلوسها منين؟ انا سالتهم الاسئله دي وحاولت ان انا اوصل لاجابه، هل مثلا من التسول من فلوس اللي بياخدوها، ولا في حد قاصد يعمل كده، ولا في حد قاصد ان هو يتعامل يعني يكون احنا عندنا الشباب والفئه من الناس دي مغيبه. يعني بصراحه الاسئله دي انا ما لقيت لهاش اجابه شافيه. يعني بعضها قالوا ان هم من التسول، وبعدها قالوا ان في اللي هم ناس بتبيع المخدرات ما بينهم عادي موجودين كده في كل حته سهل ان هم يجيبوها. لكن لقيت في سيده يعني قاعده ما سجلناش معاها لانها كانت في حاله صعبه قوي، كانت شاربه مخدرات وكانت في حاله صعبه قوي، كان الشباب بيحاولوا يفوقوها وياكلوها. طب يعني برضو يعني هي قاعده، وبرضو قلت مهما كان يعني هتجيب قد ايه وهتشرب ليه، يعني مهما كان هتجيب فلوس المخدرات دي ازاي؟ والاطفال برضو مهما جمعوا اللي هيجيبوا علشان ياخدوا مخدرات على طول. واللي احزنني جدا اما لقيت اطفال فعلا شاربين مش عارفين، حتى حاولنا نصحيهم وهم نايمين ومضغطين مش عارفين نصحيهم ان هم يفوقوا علشان يشوفونا، حتى للاسف كانوا شاربين مخدرات برضو. وزي ما بيقولوها كده الشباب هناك قالوا، يعني في منهم ناس قالوا لي ده مقفورين يعني شاربين كتير. فكانت حاجه فعلا محزنه جدا جدا. ولكن السعي دايما ربنا سبحانه وتعالى بيكلله، يعني قدرنا الحمد لله يوميها احنا نجمع بعض الناس وفعلا رضيوا ان هم يجوا معانا. كان في واحد كده اسمه برضو احمد هتشوفوه، يا رب يكون رضي، لان انا حاولنا معاه وانا حاولت معاه واقنعته وفعلا كان خلاص هيطلع، بس قالوا ان هو راح مشوار وجاي. اتمنى ان هو يكون راح بعد كده، هبقى اعرف من الشباب اللي كانوا معانا عملوا ايه، لان هم برضو كانوا بيسعوا بقالهم فتره. واتمنى ان هو ربنا يعني يكلل تعبهم وقد ايه الشباب دول جميل قوي قوي، ان هم يقدروا فعلا يستقطبوا عدد كبير، يكونوا في دور يقدروا الناس دي تتعلم حرفه، الولاد الصغيرين دول يرجعوا متسربين من التعليم يرجعوا يتعلموا، نقضي على المخدرات الموجوده ونعرف البقر دي فين، يعني نقدر نعرف الناس دي يعني بتجيب المخدرات منين ويتعرفوا دول منين ويتجابوا، ونقدر يعني قدر المستطاع. ما انت بتحارب يعني إدمان وبتحارب يعني ظاهرة تكاد تكون هي دي قنابل موقوتة، يعني الناس الموجودين في الشارع دول انت مش عارف وانت ماشي ممكن يعمل ايه، هو عايز ياخد فلوس عشان يشرب المخدرات دي. فأتمنى يعني ان احنا نقدر نعمل حاجة يعني ان شاء الله بفضل الله ربنا يكرمنا يا رب ويحب سعينا ده، وان شاء الله هنزل معاهم تاني ونشوف نقدر نعمل ايه، وربنا يكلل التعب ده يا رب. ما لقيش ولا حد ولا طفل ولا طفلة ولا شاب ولا راجل ولا سيدة موجودين في الشارع أبدا يا رب بسعينا بإذن الله. احنا نشوف تقريرنا النهاردة ان شاء الله، بس قبل ما نشوف تقريرنا احنا معادنا ان شاء الله تغير، واتمنى يعني لكل سامعنا يبلغ اللي هو يعني ما يعرفش. احنا معادنا ان شاء الله يوم الجمعة بإذن الله تعالى من 7 لـ9، ان شاء الله يكون يوم مبارك، وان شاء الله يا رب يكون وقت مناسب ليكم ان انتوا تشاهدونا. ان شاء الله عندنا الفتره اللي جايه حاجات كتيره قوي هتبسطكم وهتستفيدوا منها. بكره ان شاء الله يعني الحلقه بتاعتنا النهارده دي هتتعاد بكره الساعه 7، يعني اللي هو الميعاد الجديد اللي هيبقى من 7 لـ9 ان شاء الله. تعالوا نشوف تقريرنا، نطلع فاصل وبعد كده نشوف تقريرنا ان شاء الله، وباذن الله تعالى ان شاء الله من الاسبوع الجاي هكون معاكم من الساعه 7 يوم الجمعه باذن الله تعالى. اترككم في رعايه الله، امنوا، تصبحوا على الف خير.